مجلس النواب الروسي يصادق في الجلسة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون مثير للجدل تقدم به حزب روسيا الموحدة. يعتبر المنظمات السياسية الممولة من الخارج عاملة ويضعها تحت رقابة مشددة. وتمت المصادقة على القانون بغالبية 374 صوتا فيما عرضه ثلاثة نواب وامتنع نائب عن التصويت. الآن وعلى خلفية الدعاية الجامحة في كل قناة تلفزيونية وخصوصا على شبكة الإنترنت سنعيد المادة المتعلقة بقانون العقوبات، ولكن أكثر ليونة مما كانت عليه من قبل، لا للسجن ولكن ربما لغرامة يبلغ حدها الأقصى 300 روبل حوالي 10,000 دولار أمريكي. القانون الجديد الذي تم التصويت عليه في قراءة أولى قبل أسبوع رفضه حزب روسيا العادل المعارض واعتبره مبادرة جديدة في روسيا تشرد المجتمع المدني من مصداقيته، وتم إدراجه بصورة عاجلة في جدول أعمال الدوما رغم احتجاجات المدافعين عن الحرية والمعارضة الليبرالية والخبراء القانونيين.